تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من راست خبري. بنتظرنا سوق انتقالات مميز، سوق انتقالات كبير في 2021 بعون الله، مع التوقعات بنجاح اللقاح انه يوقف سرعة انتشار فيروس كورونا، وبالتالي بصير ممكن كثير ترجع الجماهير، وترجع الجماهير يعني فلوس اكثر. شو يعني فلوس اكثر؟ يعني انتقالات اكبر بالتأكيد. خطر على بالي اعمل هذا الفيديو اللي بذكر كيف يوفنتوس استفاد من صفقة اغلى لاعب في العالم في وقته، زين الدين زيدان، بشكل أفضل من فرق أخرى باعت لاعبين بأسعار عالية، لكن ما تصرفوا بالأموال كما يجب. ربما في العصر الحديث أشهر قصة نيمار اللي جاب 220 مليون يورو، لكن إدارة برشلونة بالغت بسعر كوتينيو فدفعت 160 مليون يورو فيه و110 لديمبلي. طبعا الأول ما قدم شيء لفترة طويلة، والثاني دخل في جو من إصابات لثلاث مواسم قبل ما يبلش يقدر يعطي شيء جيد في هذه الفترة. لكن هون لازم أوضح أنه برشلونة ربما في هذه المسألة ما كان كثير سلبي أو غير منطقي في التعامل، بس لاعبين ممتازين جابهم ما مشوا معاه كما يجب. لكن القصة الأوضح بعدم الاستفادة من فلوس الصفقات الكبرى كانت في ميلان، اللي لما باع كاكا ب 67 مليون يورو راح حاول يستبدله بهونتلر اللي جاي من تجربة مدريدية سيئة، وقام بتوفير الفلوس الباقية، وبعدها صارت هذه فلسفة لميلان، يبيع لاعب بسعر كويس ويوفر الباقي ويجيب لاعب يجربه على أمل ينجح، وهذا كان سبب أساسي في تراجع الفريق نتائجا وجودة لسنوات طويلة. ولما باع يونايتد كريستيانو رونالدو مقابل ما يقدر ب 94 مليون يورو ذهب لخيار مثل أنطونيو فالنسيا مايكل أوين، وأيضا في ذلك السوق وفر ما يقارب 70 مليون يورو. ولولا السير أليكس فيركسون وقتها سير الأمور بشكل ذكي لربما كان التراجع كبير وفوري في الشياطين الحمر، لكن التراجع رحل بعد ما رحل السير ووجد المدربين اللي بعده أنه الفريق بده شغل كثير على ناحية الجودة والبحث عن أبطال يحملوه في الأوقات الصعبة. خلونا نروح على قصة يوفنتوس اللي هي أساس موضوعنا وطولت عليكم لعند ما أدخلها. في صيف 2001-2002 وصل عرض مجنون من ريال مدريد يشبه عرض نيمار اللي جاء لبرشلونة، 77 مليون يورو من أجل زيدان. وقتها هذا الرقم كان مش طبيعي مش منطقي، اليوفي عرف أنه مستحيل يرفض، خصوصا اللاعب بده هذه الخطوة. فطلع لوتشيانو موجي وقتها بقرار غريب، قال تعويض الجودة بالجودة، ارفع سرعة الفريق وعوض الجودة بالجودة، النجاح بالنجاح. فراح وذهب جعل بوفون أغلى حارس في التاريخ لسنوات طويلة مقابل 50 مليون يورو تقريبا، ودفع 45 مليون يورو لبافن نيدفيد، ودفع 36 مليون يورو لليليان تورام أحد أفضل المدافعين في عصره. طبعا هذه الأرقام أعلى من صفقة زيدان، والسبب أنه لما باع زيدان وجد أنه لازم يغير شيء آخر بالفريق. باع فيليبو إنزاغي مقابل 36 مليون يورو، وأعطى فرصة لديفيد دريزيا ليصبح المهاجم الأساسي دون أي منافس بالفريق. والمقصود هون أنه يوفنتوس عوض الجودة بالجودة، وهذه أفضل طريقة لتعويض النجوم الكبار، تبدل اللاعب المميز بلاعب مميز مش ضروري بنفس المركز، المهم جودة ومتوسط جودة الفريق تظلها عالية. هذه الطريقة الوحيدة لاستدامة المشروع. خلينا نتذكر أنه ليفربول لما باع كوتينيو جاب فان دايك، الفرق كان رهيب. ممكن بعض الصفقات بهذا الأسلوب ما رح تزبط، لكن بالمجمل دائما الأبطال بيظهروا، دائما الأبطال بيقدروا يحملوك بنسبة أعلى بكثير من تجارب على أمل أنه اللاعب ينجح. سوق انتقالات ماذا لو نجح؟ أنا ما بحبها، خصوصا لو رحل عنك نجم كبير.